بتكونوا بخير ورجعنا لكم فيديو جديد مع واحد صاحبي اسمه محمد عبد المنعم. بالنسبه اللي احنا جعنا كده سخنين يا جدعان بالنسبه اللي احنا اتقطعنا عن اليوتيوب كتير فاحنا رجعنا لكم سخنين بقى نزلنا لكم فيديوهين ويومين ورا بعض ولسه يا جدعان لسه الايام جايه بس هفك الجبس بالله عليكم ادعوا لي بس اهم حاجه تحدي النهارده هو مش واضحه اما كيسين شيبسي بالشطه جنبه حار اللي هيخلص هو ده اصلا عقاب لوحده ما فيش عقابات اللي خلص هو اللي يبقى الكيك هو اللي يبقى المايسترو يلا 3-2-1 ليتس جو شيبس حلو سنيني بايزة الغبي يبي يكمل معايا وراحة عشان سنيني بايزة انت حقي خمسة واحد بلاك مخلي فيها قبل كلاش رويال هي عرف من معاك يعني اصلا متعور يا جدعان تحت مش هنا جوه الحته اللحمه دي انا سنيت الاثنين مخلوعين شفايفي يا جدعان مش قادرين بجد والله كذاب اقسم بالله قعدتني سيب لي حب انت مخلص اللي عندك كده بص الكاميرا بص كأنك وانت حاطط حبة بقك كده بناخد صورة المقطع يا جدعان
لو كان بالجبنه المتبله كان احلى. البق مولع. هات المية وهات المية. سوينا جعان نجيب المية. عارف انت عايز تشتبسي؟ الراحة يا عم. جعان احنا قد بعض بالظبط. احنا عجلنا بواصير قوي. كتر الشطه تجيب بواصير. يا جدعان مش قافل يا جدعان. مش هنصح. شيخ اتنيل. انا اللي مش قادر يا جدعان. انا جبت اخر خلاص. بس في امل صاحب. بهزر بهزر. لا خلاص انا انا بس انا ما تتطورش. لا ابار ابو جهل. يا نهار اسود يا نهار اسود. خلصت يا جدعان. هو اللي خسر. انت متخلف يا ابني. انا اللي كسب. ايه انا اللي كسب. انا اللي كسب. طب وعامل عارف زي ال بوم. طب عامل زي بوم. عامل كده شبه ال عارف طعمه زي ال بوم زي البر. كم كم يا نار. خلاص 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 بس يا حبيبي خلاص خلصنا. ايوه خلاص خلصنا. زي ما انتم شايفين يا جدعان خلصنا يا جدعان التحدي وانا اللي فزت. خلصت على العموم فضل حبة اهو كان بقول اخر حبة. خلصنا التحدي وهيعمل العقاب. عقابات. مفيش عقابات يا جدعان. بس ايه كده وصلت الفيديو. ربكم فيديو عجبكم. اتمنى 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 تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير للمقطع وتعملوا برضو تاني لايك هنا وتعملوا سبسكرايب وتعملوا سبسكرايب هنا وتنشروا المقطع في كل مكان مع
مقطع تنشر المقطع بكل مكان بالانستغرام واتساب ماسنجر فيسبوك 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 بالزد نفس على بتقولوا ليه فيسبوك ليه بالزد اسمها فيسبوك اسمه فيسبوك والله خلاص يا عم ماشي يلا خلصنا الفيديو وانا كسبت و جت في النهايه والسلام.